يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سقف التصعيد مع تركيا، ويؤكد أن قضية احتجاز السلطات التركية للقس الأمريكي أندرو برانسون لن تمر مرور الكرام. تركيا مثلت مشكلة منذ وقت طويل، لم يتصرف الأتراك كأصدقاء. سنرى ما سيحدث. إنهم يعتقلون رجل دين مسيحي رائعا، إنه القس برانسون الرائع، ولفقوا له هذه التهمة الباطلة بأنه جاسوس وهو ليس كذلك. التصريحات الأمريكية جاءت في أعقاب رفض القضاء التركي التماسا آخر للإفراج عن القس الأمريكي الذي تتهمه أنقرة بالتجسس والقيام بأنشطة إرهابية، تصريحات سبقتها تهديدات أمريكية بفرض عقوبة جديدة على تركيا حال استمرار احتجاز القس. تركيا أيضا تتكلم مع واشنطن بلغة التهديد، تهديد جاء هذه المرة على لسان وزيرة التجارة التركية. رددنا على العقوبات الأمريكية بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وسوف نواصل القيام بذلك. ها نحن نشاهد الولايات المتحدة تخلط المواضيع السياسية بقضايا التعاون الاقتصادي، وهذا يؤثر بالسلب على اقتصاد العالم أجمع. التهديدات المتبادلة أدت إلى تراجع جديد لقيمة الليرة التركية بعد 3 أيام من الاستقرار. العملة التركية باتت تهتز مع كل تصعيد دبلوماسي بين الولايات المتحدة وتركيا. بدأ مسلسل تراجع الليرة منذ فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين، ومن ثم واجهت العملة التركية انتكاسة جديدة مع تبادل أنقرة وواشنطن لرفع الرسوم الجمركية على بعض البضائع. تعنت بعض الساسة والوزراء الأتراك تجاه قضية برانسون يقابله استخدام لغة تصالحية من قبل مسؤولين آخرين. فقد قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو إن تركيا منفتحة على إجراء محادثات لحل جميع المشاكل العالقة مع الولايات المتحدة، لكن ملفات الخلاف بين واشنطن وأنقرة كثيرة، أعقدها وأكثرها حساسية قضية برانسون الذي وصفه ترامب بالرهينة الوطنية.